لو هنفترض دلوقتي انه انا اشتغلت خلاص وعديت المرحله دي، ايه نوعيه اللبس اللي انا البسه كاتيكات وفي نفس الوقت ما بقاش ولا لا ازاي بقى؟ يعني انا اسمع انه طريقه اللبس ممكن تخلي الناس تاخد عليكي او تحس ان انت مش 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 هانم مثلا، مش ايه بقى نوعيه اللبس اللي انا المفروض اتبعه خط سير كده في حياتي اتيكات وانا رايحه شغلي؟ وانا رايحه شغلي هو لازم يكون لبس ينفع للشغل، بمعنى الجيب لازم يبقى ليها تطول معين، تبقى مثلا عند الركبه او تحت الركبه، ما تبقاش اقصر من كده، ما يكونش ديكولتيه كبير قوي، ما يكونش حاجه ضيقه جدا، يعني اي حاجه ضيقه جدا او قصيره جدا او شفافه جدا، اي حاجه اكستريم المفروض ما تتلبس في الشغل. اوكي طيب، هل في طريقه مع يعني في معاملتي مع زمايلي او مديري اتيكات؟ اه طبعا اكيد. قولي لي فين مدير؟ اتفضلي. في اكيد طبعا. بصي انا اي بليف ان انت بتفرضي طريقه معاملتك على الناس. حلو. اه يعني انت لما بتكوني بتتعاملي مع الناس بطريقه معينه فيها احترام ليهم واحترام لنفسك، هم غصب عنهم بيحترموكي. ايوه يعني صوتي يبقى عامل ازاي؟ اصل في لو واحده بتتكلم بصوت واطي ممكن يقول لا دي صوتها واطي. لا اكيد مش هنزعق. اوكي. ولا هنعمل حركات او نشتم او نقول كلمات خارجه. اكيد لا، انا بتكلم على الصوت الواطي، لان انا عارفه انه المفروض انه ليدي او الست تكون بتتكلم صوت لا واطي. خالص. لا 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 بليز بي يور سيلف. حبيتك انتي معايا كل الحلقات. مش لازم. انا معاكي. يلا مش لازم. ها لا خالص 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 بيبان. او ماي جاد، هو تمثيل صح. الحمد لله الحمد لله. انا كنت شاكه في نفسي. لا على طبيعتك. لا انتي جميله. ثانك يو والله والله.